في الفيديو ده هشرح باختصار ايه هي الـ FPGA وايه هي المكونات الرئيسية داخل الـ FPGA، طريقة برمجة الـ FPGA، واخيرا هتكلم عن اهم استخدامات الـ FPGA في المجالات المختلفة. تكنولوجي الـ FPGA هي تكنولوجي مهمة وفي تطور مستمر، تستخدم في العديد من التطبيقات الهامة والحيوية، ومن المتوقع ان تصل قيمة سوق الـ FPGA الى 9.8 بليون دولار بحلول عام 2020 بمعدل نمو 9.1% من عام 2014 إلى عام 2020، وده يدل على مدى أهمية تكنولوجيا الـ FPGA في عالم الإلكترونيكس. اللي اخترع الـ FPGA واحد اسمه روس فريمان سنة 1985. روس فريمان هو واحد من مؤسسين شركة زيلينكس، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للـ FPGA حاليا. الـ FPGA هي اختصار للـ Field Programmable Gate Arrays، هي عبارة عن Reprogrammable Semiconductor Devices تستخدم في تنفيذ أي Digital Functions، أو ببساطة أكتر هي عبارة عن IC Integrated Circuit قابلة للبرمجة ومش بيكون ليها وظيفة محددة بعد التصنيع زي ما بيحصل مع الـ ASIC الـ Application Specific Integrated Circuit، واللي بيكون ليها وظيفة واحدة وما بتتغيرش. وظيفة الـ FPGA بتتحدد من خلال البرمجة بعد عملية التصنيع عن طريق اليوزر أو الديزاينر. سبب تسمية الـ FPGA بهذا الاسم، أول جزء من الاسم Field Programmable اللي موجود في النص الأول من اسم الـ FPGA Field Programmable Gate Arrays، حيث أنه من الممكن إعادة برمجة الـ FPGA حتى بعد ما بيحصل installation للـ FPGA داخل الفيلد، ومن هنا جاء الاسم Field Programmable. الترم الموجود في النص التاني في الاسم اللي هو Gate Arrays جه بسبب وجود 2-Dimensional Arrays من Logic Gates اللي بيتم برمجتها لتنفيذ البوليان Functions داخل الـ FPGA، وده سبب تسمية الجزء التاني Gate Arrays، ومن هنا جه سبب تسمية الـ FPGA Field Programmable Gate Arrays. مكونات الـ FPGA، الـ FPGA بتتكون من 3 مكونات رئيسية Configurable Logic Blocks، ودي الـ Blocks اللي بيتم برمجتها لتنفيذ أي Boolean Functions. Programmable Interconnects، ودي وظيفتها توصيل الـ Logic Blocks ببعضها. الـ Input-Output Blocks، وظيفتها ربط وتوصيل الـ FPGA بالعالم الخارجي. برمجة الـ FPGA، يتم برمجة الـ FPGA باستخدام الـ Hardware Description Languages الـ HDL، وده الاسم اللي بيطلق على لغات البرمجة المستخدمة في برمجة الـ FPGA أو الـ Programmable Logic Devices PLDs بشكل عام. الـ VHDL والـ Verilog هما أشهر لغتين في الـ Hardware Description Languages، رغم تشابه syntax بتاع بعض الـ HDL زي الـ Verilog مع syntax بتاع لغات برمجة مشهورة زي الـ C، إلا أن الـ HDL تختلف بشكل جذري عن لغات البرمجة الأخرى. بشكل مبسط ممكن نقول أن الكود اللي بيتكتب بالـ HDL بيتحول فعليا إلى Digital Logic Circuits، عشان كده لازم يبقى في الحسبان هل الكود هيبقى synthesizable ولا لا، بمعنى هل ممكن الكود ده يتحول الى الديجيتال سيركتس ولا لا، وده يوضح ليه الـ HDL اكثر تعقيدا واصعب من حيث التعلم. الموضوع ده مش موجود في لغات البرمجة زي الـ C اللي الكود فيها بيتحول الى ماشين لانجوج بواسطة الكمبايلر ثم بيحصله execution بواسطة المايكرو بروسيسور. استخدامات الـ FPGA، الـ FPGA تستخدم في العديد من المجالات الحيوية والهامة، أكثر استخدام للـ FPGA في مجال الـ Telecommunications والتطبيقات العسكرية. المجالات الأخرى اللي بتستخدم فيها الـ FPGA هي الـ Wireless Communications، Consumer Electronics، الـ Automotive، Data Processing، Aerospace and Defense، الـ ASIC Prototyping، وأخيراً الـ High Performance Computing. دي كانت عبارة عن مقدمة بسيطة ومختصرة عن الـ FPGA، وإن شاء الله بعد كده هيكون في فيديوهات تشرح بتفاصيل أكتر ما يتعلق بالـ FPGA ونتعرف أكتر على التكنولوجيا الرائعة الـ FPGA أو الـ Field Programmable Gate Arrays.